في ناس اليوم، في ناس اليوم من هذول بيسموا حالهم قرآنيين. شو قال بعضهم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كتب القرآن كامل بخطه. شوفوا الوقاحة، كتب بخطه. طيب والصحابة فقط اخذوا عن صحف الرسول اللي كتبها بخطه، من كلهم ممتاز ممتاز، اعطونا مرجع واحد بقول هالكلام. وانتوا الان في القرن 21 منين جبتوا انه هو كتب؟ عند الشيعة في انه الرسول كتب؟ ما فيش. عند السنة في انه كتب بخط المصحف؟ ما فيش. عند الزيدية في؟ ما فيش. انتوا بلاحظوا، خذ كل الفرق الاسلامية، في حدا في يوم الايام قال انه الرسول كتب القرآن بخطه؟ وفي وقحين اليوم، في وقحين اليوم بقول لك كتب القرآن، بتقول له طب مرجع منين؟ يعني في علم يعني بالاحلام في الليل اجاك الوحي، والاحلمت برضو رؤيا فسروا لك اياها انه الرسول كتب؟ ما هو لازم نلاقي مرجع. اقولكم مرجع تافه كمان، مرجع بيرجع مثلا للقرون الاولى تافه ومش معترف فيه، وبقول انه الرسول كتب القرآن. ومعروف عندنا قصة جمع لما جمع القرآن في عهد ابي بكر، ومعروف قصة الكتاب واكم كاتب للرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لما كان ينزل الوحي كان ايش؟ يستدعي الكتاب ويملي عليهم.